ήταν χρωστάθεκ μισόμο σπόνσορ με μέρης δουζεμπονο δαλβουσε Σουίσρα. Τσίλορ δουζεμπονο δουδαχβο Αλμάνια. Σκανδινάβιαν μπουλγουρ Σουέδ. Ρόνα Τάντβορτς Κλινίκεν Ρίσκο Ενδάρ Σουέδ. Kaplan's Dental AB Jakob Kaplan Swed. Osio Dashene David Izgin Swed. Osio Dashene Orhan De Basso Swed. Alpha Möbelhus Duzebono Dimobilia Swed. Bill Akuten Yalchins Dutamir Daradoyoso Swed. Faulusa Swed. Natalie's Gold Boutique Swed. Το δώρε ο μόθο σλόμα αλέχουν φαρτζόνε. Μια κρέα και μήνα λάδα η φεντάρκε στεψέι να αθήτου λίτα χραστέδαν και τιο αλήκριθο τη Μανσούριε. Γάλεβε ψυχόια να αντιωμάτ και τνά που αφρέδαν μπάθροντα να αποθώ. Κλαμπίμ δίθο τεχσίτσα διχάσακε. Γκδρσίνα αλήκριθο τη Μανσούριε και τιο χδο μακριά ούθε. Δίμ δίθο δμερδε. عم حذوذي قدولا نظيفر قدولا مصدري وبتحرستات دي ذا نقحيتو بوزيو دو قمالينا قد مشغلينا وليشونو عربويو ونسو قمجربونو بوليشونو سريويو تقدرونو دمالونو دمشغلونو هورا دانحو عدو يملثو بو عربويو عم خيو مشاهدينا الكرام أهل المنصورية وشعبنا السرياني بكل العالم أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا دوري يوموتو البرنامج اللي صوت الضوء على تاريخ شعبنا الشعب السرياني وكنيستنا كنيسة سريانية بكل العالم اليوم نحن فرحانين أنه صار لنا الفرصة اليوم هون بالحسكة من بلاد الآباء والأجداد بلدنا أنه نحكي لشعبنا على قصة حياة شعب قصة هجرة أو قصة ثقافة وحضارة فنحن فرحانين نكون موجودين بينكم هون مع بعضنا نسمع على تاريخنا الشريف وتاريخ المنصورية اللي هي ضيعة ولو قرية صغيرة بس قرية حقيقة لعبت دور كبير بطول التاريخ بحياة شعبنا وخاصة كنيستنا اليوم إن شرف نكون بينكن بين أحفاد هذول المنصوريين وأملنا كمان أنه أولادكن أنتوا تقوموا سيروا صاحب طوروا هالتراث الغني المشرف أنا راح أحكي بالمردلي لغة سريانية تعذروني إذا ما أحكي العربي الفصيح بتقنوا بس ما بدي أحكي لي أنه لغتنا هي اللغة المردلية أهلا وسهلا فيكم عدو قد موضعين الخون الضيفة ذان كتنا هركد هن دق محكن علي قريثاثي كيتو عمينا مياقرتو نسيمة جورج نعمان قازو وكيتو عمينا مياقرو سمير إسحاق جورجيس مياقرو عبدلاحت حنا عبدلاحت ومياقرتو أمل إبراهيم نعوم شينو مياقرو شكري يوسف شكرو ومياقرو جورج عبد اللحد حشيشو شينو بشلوم أبخو وكتلن حورو زامورو ستي كتلن زامورو شرولوم عمينك دوي جان عبد الكريم الياس هو يود زومر أديو ماز ميروثو مفسح حاضر وهاتو استدكتاتو بابوتي فرجونا مياقري خد كل تحرستو دوري وموثو بقامي توكتلن علوم أكثر بزبنو دقريثو كاريو مصدرو
ما صدرانو ما حزوني دقريثو يو وبعيني زبنو استكيتو موذعنثو أورودان حد مطلب عربي سنة. هلا راح يكون نفرجي شوية فيلم قصير على تاريخ قرية المنصورية وفي أن كمان مشاهد جديدة وحديثة على المنصورية مع بعضنا راح نتفرج عليها بالتلفزيون وبعدين نرجع للبرنامج. هي باللغة السريانية لأن لغة التلفزيون هي سريانية ولغتنا كلنا، بس إن شاء الله راح نفهمها كمان مع بعضنا هون بعدين بالعربي. تفضلوا نتفرجوا مع بعضنا. إقريثو دي منصورية قريثو سوريوي تويو والميقم مسيفو سفيثوة مسريوية إمنصورية كفايشو بمندح تايمنو دمردي وديوما كمحشو حذو مشو ثوثو رابي دمردي. بتايمني ذا كيتو إقريثو تقلعت مرة بمدن حيذا رشمل وقبالة بمعربي ذا ستا إقريثو دعين سنجي. المنصورية عمر طويو عالشينو كيتو اي بستني شلوني عموقي ودومي دفيري بقربي اي دستك نفسو اشي شلثو دو تورو دزنار اي دكثاثي دكثو دثنوحو دقايتو لعامو دي منصورية في عيتو ثو دي منصورية هانيني موروسيو حاكيمو بنيو علي عيتو عاتقتو دسولوقو بشاتو دانا الفوتشامو حمشي سكندر وسليم حشيشو محاثث اقطور ودعيتو دموروسيو الو يعيتو دموروسيو بانا الفوتشامو تلوث حمشي هاو يوم سغطو دما شلموني بو اشمو محمد الحكيم. ثاثي قايم فاطر يرخو مفريوني وحسايو دشميه مور باسيليوس حبيب قدمويو منصوراتي 1518 1533 مور باسيليوس عبد الغني قدمويو 1557 1557 مور باسيليوس فيلاتوس 1567 1591 بثر محذو تشعي ولن الفحمش من شوعات شعي هافي فاطر يرخو ديعيتو سريويتو وتدوقسويتو بوشمو مور إغناطيوس فيلاتوس مور باسيليوس عبد الغني ترايونو الفحمش من حذو تشعي الفحمش من شوعات شعي واحونو دو فاطر يرخو فيلاتوس يو مور باسيليوس اللي عوزور تليثويو الفشوعمو تشع الفشوعمو تلوثحسار. المنصورية دولة فاطر يرخي ومفريون العيتو سريوتو قايم استئيبا خاطوط مشمهي دايرويو مشمشون وشمعن وابرود مبارك 1433 دايرويو إيوانيس وابرود شمعن 1513 1519 فاطر يرخو فيلاتوس 1516 1597 دايرويو بولوس وابرود عبد العزيز أوريشو دي دايرود مور عزيزويل 1517 1518 قاشو عبد الله وابرد قاشو عبد الغني 1518 ودايرويو قرياقوس وابرد قاشو عبد الكريم 1611 1640 مور باسيليوس عبد الغني منصوراتي ست كتبه حمكا ثويم شامهي عايش بن 1517 كثول نافورات يارختو بثلاث نسخة حما نسخة ببيت صوبو تكامبريتشيو حبي دايرو دو زحفرا وحرينو بيعيتو تطهراد موساليو مور باسيليوس عبد الغني مهيرو يبولشونو سريويو. إيمان سوريك مشاكلو مترتي شوثوثو شوثو دا سريوية وشوثو دا كردوية
إشوثو دا سريوي ميو لا إشوثو دي منصورية بحريتو كميتو مرو لا إشوثو دا داشية إشوثو دي منصورية رابطر محريتو با كتو مدرش مواصرتو بيعيتو دموروسيو متقريو إبا سريويو وعربويو قاش عبدالله زوقي حما قاش دوزابناووي الجوراندوك ثوت فاطر يرخو عبد المسيح صدويو بنا الفتموني مشوعي كتو حمشو تشعي بوت السريوية بمنصورية وبشورو عدودو رودا عسري ما تؤمن يونو دا عموري الأربع مو بوت السريوية وبقت العامو قشو دافع لو عميدا بقلي مكولي بنا الفتشع مو حمش أحسر قتل مو عامو دي منصورية عسري بمو أريشون دقريثو بزبنو دو سيفو مقصي سحاق يحقوب وقلو شكروين ها حزيرن بنا الفجع محمد شحسر أكردي دي منصورية هاجيمي على سوريوية دي قريثو وكم صافن شوثم دا سوريوية كولونويد بثر ماثا فلحست عبيري لقريثو وما لما هاني تفايشي بحاي أربعيني شادا زند ميدي مكلو مبوتي أقاطو لهاجيمي علي وقتل لهم ميدي تفايش كولي وعم تفايش كمازم نيم دي ثو دمردي إلو شامشوتو ما تخدم ويعيتو دموروسيو لو ما زمل عمو عامو فايش بيتو إن قداثنا عاشر يوثو هاجيمي لعيتو وقتل شامو شوتوما بشكل بربرويو بشورويو دودورو دا عسري ما زمو لي حماري شون دي منصورية هو بالحشيشو الأوميد ودربو كهجمي على بعيل الضبوبي هو بالحشيشو تكتفي قبرو بجسارة وقويو بثر مدقوط المهاجومي هو بستنيك مقتل ومثله ومدللو بشكر كوثة من منصورية بتشعيث هذا بشكل عنويو كتو يقرثو منصوراتية وريشي ذا شكرو بي شكرو قاورو تلوث نقلات أنيش وانا عميدي ميثيو يفتو داتلو ثابيلا أبرو ما حتى إشم يوسف هانو مدللو بقريثو قولا إلو زرزوي نوشو مقريثو لميولي ميدي وميولي هانو مدللو بشكرو يو ومتامو آثي ومثلانو مدلل بيت شكرو في المصيف دان الفجع محم شحسر خليو يقري ثم عم مريضة الزنو بقامته المردي بثر مشاتو دان الفجع مشتحسر من يونو رابو منية من قلبيل نيجو وزارتو سوريا فايش من يونو نعيمو بمردي مشاتو دان الفجع محذو واربي كتو إشاتو دو احتياط هو يقولو فطرايوني ثم مردي الزن نمدي ثو لدربسية مثامو لحسيشا اليوم مع عمر دي منصورية كيتو يقرطو بمرده شيث يقرطو باستنبول محمش يقرطو بحسيجا كيتو استمع عمر دي قريثو بأمريكا وريفي وبكندا اليوم ببريثو كلك ميسم تخمين دو من يوناثك موتي هولش وعمو بوتي محذوذي كاريوس تدهوي جالفين وما دقلن على مكتب زبنو دقريثو دي منصورية مكتب زبنو عاتيرو كتلا زنجينيو مكتب زبني ذا وعدو عم محذوذي عم الضيف ميقرد كتناركي روحتر قد ذعينا له هلا راح نسمع كمان شوية يعني لسا أطول على تاريخ المنصورية لأنه سمعناه بالسرياني ما ظنيش أكثرية يمكن ما فهمت بس في أسئلة كتير يمكن هلا بالروس يعني فراح ناخذ الجواب هلا جواب مع بعضنا تفضلوا يقروا ابلحت لو خادق بشيء لنا شو لو قاموا يوم كي بغض مثلا المنصوريه هيكو كنفلو جغرافيا هذا هيكو يو المنصوريه قريه جبليه تقع شمال غرب ماردين على بعد 5 كيلومترات يحد من الشمال الشرقي قريتي رشمل وقبالة ويحدها من الشمال قرية تشيلك
ومن الغرب قرية هندلوة هندلوة. ويحدها من الغرب وادي عميق. هذه القرية قديمة العهد، وربما سابقا كانت تحمل اسما آخر غير معروف لدينا، ولن نعثر على هذا الاسم في أي سجل كان. أما الآن قام الأتراك بتغيير اسمها وسموها يالم، ومعنى هذه الكلمة بالعربية أي الشعلة. كانت آهلة بالسريان، ولهم فيها ثلاث كنائس صغيرة، الواحدة باسم العذراء، والأخرى باسم مارسيا، والثالثة باسم ماربرسو. وكانت تعرف هذه الكنيسة بكنيسة الحبيس، وهي جنوب القرية بجانب المقبرة. سيد أبلهد رح نرجع الكنائس، شكرا كثير. بس يعني أنه هلأ عرفنا أنه المنصورية تقع وراء قفا القلعة، يعني هي قفا القلعة. قفا القلعة. هلأ سؤالي لسيد شكري. سيد شكري، كيف المناخ تبع المنصورية، مناخ تبعها يعني الهواء كيف كان؟ المناخ فيه أربع فصول. نعم. من ربيع، من صيف، من تشرين، من شتي. مو مثل هون بس فصلين فيه، يا تنشتي يا تنصيف. نعم نعم. أي. يعني مناخها كان هو أربع فصول. أربع فصول. نعم. وكان شوف الشمس من القلعة. إيه. كان تشوف الشمس، لأن القلعة تبقى هي جنوب شرق. جنوب شرق. شكرا شكرا كثير. أهلا بك. خذ حول شامين. عدو قد مشيلينا مقعة تقطويو، يعني مكسب زبنيزا ليكو قدور مقلب أبلحت. سيد أبلحت، قديش تقريبا تاريخ تبع قديش عتيقة؟ بالنسبة لقرية المنصورية، ما عثرنا عليه أن أول ما بنيت بني فيها معبد لإله الشمس، يعني إله شامش، وهذول كانوا أجدادنا الأولين قبل ما تنصر. نعم. وهذا الكلام كان حوالي 850 قبل الميلاد، لما كثروا عبدة الشمس والرهبان فيه، راحوا وتحولوا وبنوا إلين معبد آخر هو دير الزعفران، وكان حوالي في القرن السادس قبل الميلاد، يعني حوالي 510 تقريبا. يعني هو العتق تبع، يعني هي عتيق غالي، أنه بنعرف هي كانت معابد الشمسيين، والحبيس معناه أنه كان مكان الرهبان، يعني كان فيها رهبان قبل المسيحية وبرد المسيحية. معابد يعني وميدتك محي وميدتك محك نركت كتلة مكسب زبن وغلب عتيقه ميتهم يمشيحوا يثيو فقوث ميقرب لحت. ويقال في إحدى المرات في هذا الوادي الذي حدها من الغرب صار فيضان من كثرة الأمطار، لما انتهت الفيضة الأهالي راحوا يدورون في قاع الوادي، رأوا هناك بعض الدكاكين التي كان يشتغل فيها الحدادين، وشاهدوا بعض العدد الحدادة من سنديان، من شواكيج، من قزمات، من مرورة، من أدوات حدادة كانوا يستخدموها أيام قديمة. يعني هذا إثبات على دلالة على أنه كان هناك في تاريخ قديم إلى مسبق، يعني قرية فيها دكاكين صناعية، فمعنى ذلك أنه إلها قدم آخر غير اللي نحن نعرفه. شكراً أخ أبلحت. أخ جورج، تقدر تحكينا أسامي العائلات اللي كانوا بالدربيسية اللي تجي على البالكون أو عرفتنا يعني؟ منصورية المنصورية. بالبداية بريخ رمشوخ، مساء الخير.
مساء الخير لكل مشاهدينا ومستمعينا على هذه القناة اللي عم تقدم لنا الشيء الجميل. التوضيح هو بكل بساطة المعلومات اللي ما نحكيها كلياتنا هلا استقيناها من مصادر عدة حتى يكون كلامنا مسند. استقائنا لهالمعلومات كان أولا من الكتب، بعض الكتب، بعض المراجع اللي كتبها أحد الأشخاص، وهذا اللي كتبها قد يكون متأثر بعامل ذاتي أو مزاجي أو تحت مؤثر آخر. إذن هالمعلومات هاي دقتها أنها إلى مرجع. ثانيا مصدر ثاني أنه هناك ناس عاشوا في المنصورية نقلوها وتناقلوها، وكملنا بالمصدر الثالث أنه نحن نتيجة الاختلاط أخذنا من بعض الناس اللي تذكروا، وبالتالي نعرض اللي أخذناه من هذه الحالات الثلاثة معلوماتنا عن قرية المنصورية. حبيت أوضح التوضيح. شكرا شكرا تفضل أخ جورج. اسم العائلات المنصورية، العائلات التي سكنت على المنصورية راح أذكرها بترتيب الأحرف الأبجدية، أحرف أوغاريت، أحرف اكتشفوها أو اخترعوها أجدادنا الفينيقيين. آل إسحاق، آل إسيو، آل اليتيم، آل الزوقي، آل أصلان، آل الشيخ، آل الأخرس، آل باهو، آل بدرو، آل بهنكي، آل بحيك، آل جورجيس، آل هيلون، آل حبو، آل حبة، آل حشيشو، آل يوسفي، آل يعقوب، آل جورجيس، آل منصوراتي، آل مطلي، آل مريمكي، آل نوري، آل سعدو، آل سعدي، آل عبد الكريم، آل عبدال، آل فيلو، آل صباغ، آل قازو، آل قريو، آل رزقو، آل شوري، آل شربات، وعددهم 33 عائلة. نعتذر عن أي سهو أو خطأ. عمو شكر، وجهاء الضيعة، وجهاء القرية المنصورية، نعم. أنت اللي سمعت باسم الوجهاء المعروفين. الوجهاء هذول خواجة جورج حكى فيهم مثلا هالعائلات، هذا يعني في كل عائلة كيلتقى واحد أو اثنين يعني مبينين وإلى آخره. اللي سمعت فيهم هيك مبينين، اللي سمعنا فيهم يعني أقول لك من كل عائلات كان فيه المرة تتعدل 32 يعني. نعم. من كل عائلات كان فيه يعني، والباقي كله عمال في النول ويعيشون عيشة يعني أنسب من الغير. نعم. يقرأ سامر كتمادة دمت موزت. اتفضل العم شكري، وسؤالك تريد منا نشير إلى بعض الأشخاص اللي نعم. مارسوا أدوار معينة نعم. في المنصورية. نعم. كان في عنا المختار قريو جرجو برو قريو، كان عبد الأحد قريو، والمختار آخر مختار في المنصورية قبل ما ينتقلوا من المنصورية إلى ماردين ملكو جورجيس، مختار ملكو جورجيس أبو يامين، وكان يشهد له بسدادة الرأي والحكمة وتميز بسعة الصدر وإدارة أبناء الرعية آنذاك في تلك المنطقة. بس أنا سمعت حور شامل، أنا سمعت إنه واحد كمان يعني ما كانوا وقت لها هرب من واحد من بيت حاشيشه، إنه كان يقدر قدر يدافع على حاله بطريقه لدير بكر قبل ما ينقتل. هذا مين كان هذا؟ هابيل، كان هابيل جاي من الدشت، قطعوا قدامه جماعات، ما كان معه سلاح يدافع عن نفسه، أخذ فيه عظم حصان ميت. من عظم حصان يعني؟ عظم حصان. عظم نعم 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 نعم. شالوا فيده وصار يدافع
وما خلص، كل ما خلص هاي هي. بس المهم واحد يقدر يدافع على حاله من موشي كمان. دافع برافو. يا دافع يقرأ سمير كيتو هيش مختارين حرينج غير مانو ماني دبني لخشمية. على ضوء ما حكى المرحوم إسحاق غورقيس والدي، آخر ما قال لي قال لي ابني آخر مختار كامل المنصورية هو ملكه غورقيس، وقبله عبد الله حد قريو. هذول من خلال التعايش اللي عاشوه كان يعرف هالاسمين. وبهالمجال معلش إذا أضفنا نقطة مهمة كثير، إنه في عنا مكتبة في شيكاغو، مكتبة سريانية يديرها الدكتور عبد المسيح السعدي. هاي بنجي لها بعدين، نجي لها بعدين ندرس وضعها. شكرا خليها لبعدين. شكرا شكرا نفس الكلام. صفقونه لما الفونو دنحو. شكرا شكرا يا أخ سمير. شكرا عدستي فوز يقرأ جورج. فوز فضل. فوز في هذا الإطار ذاته في ياسو حشيشو كان رجلا متميزا في المنصورية والكرم من طبيعته، حيث فتح مضافة في داره في المنصورية، وكانت كلمته مسموعة من أبناء عمومته في المنصوراتية، كما كانت له علاقات واسعة مع المسؤولين في ماردين، وخاصة ممن كانوا يشغلون قائم مقام، وذلك في النصف الأول من القرن الثامن عشر. انتقالا إلى شخصية متميزة نعم أخرى مختصر نعم ما بعد النزوح، فضل إبراهيم يامين، يعتبر من سكان الدرباسية البارزين، انتخب عضوا في الاتحاد القومي عن بلدة الدرباسية عام 1959، وكان شخصية هامة في مجتمعه، حيث كان يتصدى لكافة المشاكل الصعبة ويحلها بحكمة وبروح عالية من المسؤولية. كان مرجعا لأبناء عمومته من المنصوراتية، وكان يزور المنصوراتية في أماكن تواجدهم في سوريا الرائعة ويتفقد أحوالهم باستمرار. غادر الدرباسية إلى مدينة حلب وانتقل إلى جوار ربه. شكرا سعودي غلبة. عودوا قدم دومينا عم زمرتو. بظني هلأ جاء وقت الأغنية شوية زهقتنا، هلأ رح نبني مع فناننا جان عبد الكريم الياز عمان قشكا. فضل جان. Thank you.
على هالأغنية الطيبة. حقيقة أغنية من المنطقة، يعني أغنية رشم القبالة بنبيل منصورية، وقل اسمعها. أهلا وسهلا. خودي غلبة لمرتو باسم تاثة قدم دومين أنا قا علي هجرة أي دربو هاويو إيه هجرام يقرو سمير كيبوخ محكتنا. جماعتنا المنصوراتية نزحوا من المنصورية وانتقلوا إلى ماردين، وبعدها بفترة غير قصيرة بدأوا بمغادرة ماردين إلى مناطق عديدة. إذا قلت انتشروا في كل أرجاء العالم ممكن نبالغ بعض الشيء، بس في الحدود الدنيا إلى اليوم ومعظمنا له أقرباء في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في لبنان وما أكثر. وإذا وقفنا في سوريا العزيزة الغالية على قلوبنا موطننا نحن، سكنوا في مدن ومحافظات كثيرة، سكنوا في حلب وأن تواجد غير عادي في محافظة حلب، محافظة الرقة، وأخص مدينة الطبقة مؤسسة سد الفرات مدينة الثورة، كما انتقلوا أيضا إلى دير الزور وأن شريحة كبيرة في محافظة دير الزور، واليوم في الحسكة كمحافظة لنا تواجد غير عادي، وتواجدنا في مدينة الحسكة متعدد الأنشطة، نشاط تجاري، نشاط اجتماعي، نشاط اقتصادي، وفي الدرباسية وفي القامشلي وفي عمودة قطنوا معظم المنصوراتية اللي نزحوا من ماردين. هناك أنشطة متعددة، أكتفي إلى هذه النقطة، ممكن نتابع في مجالات الأنشطة التانية. المنصوراتية وقت هاجروا اجوا بنوا قرى كمان هون بالمنطقة ولا بقرى ما سكنوا بالقرى؟ سكنوا فقط في ماردين وانتقلوا إلى 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 سوريا، في سوريا سكنوا المدن. بالمدن نعم. بالمدن، وأنا جيت على ذكر المحافظات والمدن اللي سكنوها. نعم نعم. الدرباسية في محافظة الحسكة وكانوا كثيرين، وفي عمودة وما كانوا قليلين، واليوم إلنا تواجد غير عادي في قامشلي، ونحن نشكل جالية عريضة كبيرة في مدينة الحسكة، وهذه ليست كثيرة، هذه نماذج من سكان مدينة الحسكة. أهلا بسكان مدينة الحسكة المنصوراتية. شكرا شكرا كثير. هلأ سؤالي للسيدة بلحد. سيدة بلحد بتقدر تحكي لنا على الكنائس اللي كانت بالمنصورية، وكمان ايش سهرات كان في عندكم، بعدين انتم كمان جيبوا عبالكم يعني السهرات اللي كان سوا هناك. تفضل. بالنسبة للكنائس اللي وجدت في قرية المنصورية ذكرناها ونكرر إعادتها، هي كنيسة العذراء وكنيسة مارسيا وكنيسة ماربرسوم. ولكن شهرة قرية المنصورية في القرنين الأخيرين كانت بالنسبة إلى وجود كنيسة مارسيا الحكيم. هناك الكثير من الوقائع والأدلة وشهود عيان أيضا لمن ذهبوا واستجاروا بشفيعهم عن إيمان. الكثير منهم وأغلبهم شفيوا، وهذه وليست كل المنصوراتية فقط، الكثيرين من الفئات الأخرى كانوا يذهبون إلى المنصورية، ومنهم مسلمون. ويحكى أنه مرة أحد الباشوات مرض ولم يستطع الشفاء بالنسبة للأطباء اللي زارن، فنصحوه أنه يروح يزور كنيسة مارسيا في المنصورية، فحملوه على دابة وراح إلى الكنيسة، وهنيك بات ليلة وشفي. لما شفي هالإنسان هذا
الباشا سليمان، قابل ثاني يوم رجال القرية مع الكاهن، قالوا أنا أريد أقدم شيء لقريتكن، كوني الحمد لله الله تعالى وشفيعكن صلى لي واستجاب لي وشفيت. قالوا له إذا كنت تريد تقدم أي شيء لهالقرية هاي، نحن نريد منك إنه تبني لنا غرفة كمدرسة نعلم فيها أولادنا، علما إنه كان سابقا تعليم الأولاد والشباب كان موجود في الكنيسة ضمن الكنيسة، ولكن لما انبنت هذه الغرفة أصبحت نواة لمدرسة والكثيرين من أجدادنا تعلموا فيها. وآخر ما رأيناه بأم أعيننا وكان متعلما في المنصورية هو خالنا شكرو المدلل. شكرا. عدستنا كيتو مردوثو تكتيو مبيض بشولو متفق